شم العربية ما عندي حتى شي واحد، انا بقيت خدامة على والدي صافي، تعرفت عليه بقيت هادرة مع داكشي، بقيت كنمشي نتلاقى انا وياه يعني كلشي، يعني ملي كنخرج عنده داكشي يعني كيقول من بعد غنتزوجو غنولدو بنية ولا وليد غنعشار في الكبير، ملي مبغاش يعشار في لي بادي حنا في السبيطار، شداتني اختي هي اللي قابلتني صافي، واحد شويه ما بقات حتى شي حاجه، وليت في الماء كنهضر معاك نقول واش تحط لي بنتي، كيقول لي اه، دابا حاليا كيقول لي اه نحط لك بنتك، ولكن داكشي اللي في كرشك ما نحطوش لك صافي، بحال هكا دابا من عرفني انا حامله بالثاني جرى عليا من دار، مدوزت معاهم رمضان كامل دوزته معاه، من مشيت من قالت لي امو راه حامله وداكشي كان بغى يضربني، قالت لي امو ما تضربها ما والو، غير خليها تشوف واش دير، دابا ولا كيقول لي كيعيط لي كيقول لي نحط لك البنيه، ولكن داكشي اللي في كرشك ما نعرفكش، يعني دابا ولا اصلا هو كيهددني، ولا فين ما كنعيط لك كيقول لي ما عندك ما غتصوري مني ما غتستافدي حتى شي حاجه، غير انا غنمشي للحبس، انا راجل نمشي للحبس ناكل ونشرب، ولكن انت غتبقاي مشرد انت ولادك في الزنق، انا ما عندي حتى شي واحد انا اللي غيهز بيا، لا انا ولا بنتي، انا شكون اللي غيهز بك، حتى شي واحد اللي غيهز بك ما كاينش، يعني كتبات في الزنقه بزاف ديال الحوايج كتعرض ليهم، يعني دريه صغيره ما عندك شي واحد شي اللي غيعاونك، ما كاينش، انا خايفه على بنتي، انا راسي بقيت خايفه عليه، انا وليت خايفه على بنتي، هادشي اللي وليت كنطلب، انا كنطلب منه حاجه بدي اعترف بيا بولادي، ما بغيت منه والو، انا اصلا بو مبقاش كيهضر معايا حتى واحد، خوتي مبقى كيهضر معايا، خو كيهضر معاك كيقول لك الا جيتي عندي نذبحك ندير لك نفلك، يعني ماشي يجيب شي حاجه راه كيجيب دريه، شكون اللي غيجدك، ما كاينش شي واحد اللي غيجدك، اختي مشات عندها جرات عليا في الليل، هي فجبت في الزنقه، ما كاينش شي واحد اللي غيعاونك عليها، دابا انت اللي كتجلس في الزنقه مجموعة ثلاثة هنايا حدا واحد العساس، ما كيتعداو بالليل، لا ما كيتشد عليا حتى واحد، كنبقى جالسة حدا الراجل ما كاينش اللي يتعدى عليا، ها واش كتاكلي وبنيتك اش كتاكلي؟ كنتاكل والو مقليف وكندير لها شي حاجة، كنعطيها خبيز أي حاجة كتاكلو معايا، علاش مشيتي تعذبوني؟ ما كديتش أنا كتغلى عليا كيقول لك ما عندك ما تصوري مني، يعني البوليس ما غيدير ليا والو، أنا غنمشي للعبس غناكل ونشرب، أما أنتي غتبقاي مشردة، ولكن النهار الآخر ندير لك نفحل لك نترك لك هادشي اللي كيقول لك، كنت كنمشي معاه لدارهم، يعني ما كنمشيش معاه لشي بلاصة لشي زنقة ولا شنو، كنمشي معاه لدارهم، يعني ما جلسة ما والو، كنت كاري في الأول قبل ما نحمل بهاديك كنت جالسة بوحدي وكريت بوحدي وهزيت في الراس، يعني تشد شي حاجة باش يغطيلك ما كيعطيهاش لك، يعني في الآخر دابا ولا كيعيط لك يهددني كيقول لي ما عندك ما غديري وما عندك ما غتصوري مني، الحبس راه غنمشي ليه وأنتي راه غتبقاي مشردة أنتي وولادك، هادشي اللي كيقول. كنعرف هو في الاول كيبان لك مزيان ولكن دابا ما بقاش مزيان ولا معاك خايب، يعني ولا اكثر واحد الدرجه ولا كيهدك، يعني كيدوز داك عباد الله كيعايروك بزاف ديال الحوايج، انا كديتش انا خفت منه، هو اصلا كيهدك كيقول لك انا اللي مشيت للحبس ما تصوري مني والو، ما تصوري حتى شي حاجه مني ما غتصوريها. شنو كنتي كديري انت لفازه؟ كنت خدامه في مطبعه. لا ما بقيتش، يعني ما كاينش فاش تخدم حاجه وحده، غير عشارف ليا غير بوليداتي، ما بغيت منه والو، انا حاليا كنبات في الزنق، يعني ما عنديش فين غنمشي، حتى والدي اللي غيشدوني ما بقاوش معايا، اصلا مشيت بركه عند اختي، اختي جلات عليا في الليل، يعني انا وبنتي ما عنديش باش ناكل باش غنهزها، يعني كون كنت خدامه غنقدر ندير بزاف ديال الحوايج، وما بغيتش شي عشارف ليا بهم شنو غندير، انا كيقول لك سيري قلبي على باهم، يعني انا هو، يعني انا ما عنديش شي واحد من غيره الا هو اللي كنعرف، انا ما بغيتش حاجه وحده غير اعترف لي غير بوليداتي، ما بغيتش منه والو، انا ما بغيتش منه حتى شي حاجه، بغيت شي اعتراف لي بوليداتي حتى انا باش نمشي عند والدي يحنوا فيا، كنبات في الزرق، يعني ما عنديش حتى فين غنمشي، يعني الناس هما اللي كيهزوا بك، يعني بزاف ديال الحوايج. بقيت خدامه، كنت خدامه من سيدي بنور، انا بقيت هنا خدامه، بقيت كنتحرف عليه، يعني وليت كنمشي للدار، ما كنمشي بزاف، يعني والدي عارفيني مع خوتي كلشي عارف، يعني اي واحد سولو كيعرفني معاه، يعني ما كاينش شي واحد اللي ما كيعرفكش معاه، يعني راه حشومه على هادشي، دعيت الله ما بغيتش منه والو، بغيت غير تحطوا
عليا غير وليدي هادشي اللي بغيت منو صحاب، بغيت منو لا فلوس لا شي حاجه، بغيت شي عرا نمشي مرتاحه عند والدي يحنوا فيا، بغيت حتى شي حاجه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.